هاي انا محمد دياب وهكون معاكم مع انيجما ماجازين تابعونا. انا لما عرضنا الفيلم في مهرجان فينيس الاستقبال كان وورم جدا، الناس قعدت تسقف 7-8 دقايق بعد الفيلم، النقاد كتبوا عليه كويس، بس كل السعاده اللي حسيناها كانت مختلفه تماما مقابل مصر والوطن العربي عرضوا فيه، عشان انا بقالي سنين ما عرضتش فيلم في مهرجان في الوطن العربي بالذات في بلدي في مصر. كنت سعيد قوي لما في وسط الفيلم الناس سقفت مره واثنين وثلاثه في حتت معينه، يعني الانتر اكشن في مصر كان فوري، اي مشهد بيحبوه بيسقفوا فيه وبعد الفيلم سقفوا. ولحد دلوقتي انا ماشي في الجونه في كل حته الناس محسساني انها الفيلم يعني مأثر فيها تاثير مش طبيعي، ولسه بدمع من كلامهم ومن مشاعرهم اللي لسه حاصله وقصه اميره اللي تاثروا بيها. الحمد لله سعيد جدا جدا. انا فكرت في الفكره اول مره يمكن من 6-7 سنين، وبعدين اعلنت عنها في 2016 مع نزول فيلم اشتباك، وبتبقى اون اند اوف، يعني انت بتكتب النسخه من السيناريو وتسيبها وترجع لها، وده مفيد جدا ان انت تبعد 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 وتسيب وترجع وتشوف الموضوع بنظره من بعيد. فيعتبر هقول 5 سنين انا ما بين كل مشروع للمشروع الثاني لحد دلوقتي 6-7-8. المشروع اللي بعده 5 سنين ونص اشتباك، والنهارده 5 سنين ونص امير. وعلى فكره انا نفسي اعمل فيلم كل سنه، بس عشان تعمل فيلم جيد انت في تضحيه وقتيه وماديه لازم تدفعها، ان انت تاخد وقتك وتفكر. الموهبه جزء والمجهود، ولان الكتابه اعاده الكتابه، والصنعة وانك تقعد تحسن وتظبط دي من العناصر الاساسيه لنجاح مشروع. الفيلم فلسطيني ولكن تصويره كله ما كانش ينفع في فلسطين، فكله متصور في الاردن. في نفس الوقت كان بيتصور معانا فيلمين فلسطينيين بمخرجين فلسطينيين في الاردن، هي بقت اسهل مكان لتصوير الاردن ومكان جاذب في التصوير عامه، يعني الاردن بقت بيتصور فيها افلام عالميه باعداد مش طبيعيه، يعني دون وستار وورز كميه افلام، اي صحراء او اي حاجه فيها ميدل ايست بقت بتتصور في الاردن. وانا ده تمني بتمناه ان مصر تبقى عندها حاجه زي الرويال فيلم كوميشن اللي بتسند التصوير وبتساعد وصوله وبتدخل الممثلين وبتدخل الاجهزه وبتساعد كل حاجه. في اراده هناك على انه لتسهيل التصوير بقى لها 10-15 سنه بسبب الرويال فيلم كوميشن، الهيئه الملكيه الاردنيه، مكسبه البلد ماديا، مكسبه البلد لان بيحصل فيها تصوير، فده بيحصل ترويج سياحي، بقت في اماكن كتيره ده اللي اتصور فيه ستار وورز، بقت ده حاجه كلاسيكيه، ده اللي اتصور فيه دون، ده اللي اتصور فيه المشروع 6 ساعات بمستوى سينمائي. دي مشاريع زي لوكي وواندا فيجن، مشاريع كبيره و6 ساعات، وهيتعرض في اول 2022. وشخصيه مون نايت شخصيه مختلفه تماما من الكوميك بوكس، بطل عنده انفصام في الشخصيه وبياخد قوته من اله مصري قديم فرعوني، ففي احداث بتحصل في مصر وعوالم قريبه مننا، حاجه مختلفه تماما. واعتقد انه اضافه للعالم الام سي يو، عالم مارفل، هيبقى بطل من الابطال الكبار فيها، قريب قوي 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 لانه طعمه مختلف تماما. انا بحب اتفرج على كل حاجه، فانا متابع تماما عالم مارفل وعارف عنه كل حاجه، وبحب الكوميك بوكس، فبس عشان اعمل المشروع مذاكره، كاني مذاكره شديده، اتفرج على كل حاجه، ولازم امنيتي ان انا يكون بطعمي، يعني انا مش عايز اكون بس بعمل مشروع زي كل المشاريع. الحمد لله مارفل اتاحت لي انا وساره جوهر، ساره مراتي اللي بنكتب مع بعض وهي برودوسر بتاعتي وبرودوسر في مشروع مارفل، ان احنا نكتب نسخه من السيناريو، فده قربني من المشروع. والحاجه الثانيه بقى التحدي فجاه، ان انت مليون دولار بتعمل حاجه ب 160 مليون دولار. الاكشن طبعا انا عايز اعمل اكشن مميز، وعايز اعمل كوميدي مميز، وعايز اعمل دراما مميزه، فكل نقطه منهم تحدي، وكل والسيستم الكبير اللي بتشتغل عليه في عالم كبير وسيستم مختلف. من اكبر الحاجات اللي كانت مخوفاني في المشروع او يعني عامله لي رعب شويه هي ان انا اوجه ايثان هوك الاسطوره واوسكار ايزاك، ان انت تقول للناس العبقريه دي اعمل يمين شمال اطلع فوق اعمل حاجه مختلفة، بس هم ناس محترفة ومتعاونة وتعاملهم يعني في منتهى التواضع، وعارفين يعني ايه دور المخرج وان هو قائد المركب. وكمان هم مش بس ممثلين، هم ليهم فعلا فيدباك فكري طول الوقت، يعني كل مشهد اللوجيك بوليس، كل شوية ده ليه بيحصل ليه بنفهم، ده كان دايما مخليني بحاول اذاكر طول الوقت وابقى عارف انا بعمل ايه. والحاجة التانية انه فعلا فاد المشروع جدا جدا جدا، فانا سعيد جدا بوجودهم. وكان معايا مي قلماوي الممثله المصريه الفلسطينيه العبقريه اللي هتبقى سوبر ستار عالميه بعد المشروع ده.